قال أمير المؤمنين علي عليه السلام في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله والدامغ صولات الأضاليل: الدامغ من دمغ يدمغ دمغا فهو دامغ، ودمغ فلانا شجه حتى بلغت الشجة دماغه، ودمغ الحق الباطل محاه وتغلب عليه وقهره. والصولات جمع صولة وهي السطوة، والأضاليل جمع ظلال على غير قياس. والدامغ صولات الأضاليل، الضارب لسطوة الباطل، والقاهر لأهله، والكاشف لشبهة المعاندين.